الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في الحديث المروي بسند صحيح عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام حول الامام ومنزله الامام. قال الامام الصادق في هذا الحديث ان الله سبحانه وتعالى اوضح بأئمة الهدى من اهل بيت نبينا عن دينه ثم قال فمن عرف من امه محمد واجب حق امامه وجد طعم حلاوه ايمانه وعلم فضل طلاوه اسلامه بعد ذلك يقول لان الله تبارك وتعالى نصب الامام علما لخلقه وجعله حجه على اهل مواده وعالمه والبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب الى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله الا بجهه اسبابه ولا يقبل الله اعمال العباد الا بمعرفته في هذا المقطع من الحديث الشريف يذكر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام سبب أن الله سبحانه وتعالى جعل الإمام بعد النبي طريقا إلى معرفة الأحكام الشرعية والعقائد وكل ما يرتبط بالشرع المقدس. وكذلك يبين سبب ان الانسان اذا لم يعرف الامام لا يجد طعم حلاوه الايمان يعني لا يكون مؤمنا لماذا ذلك لان الله سبحانه وتعالى حكمته اقتضت ان يخلق هذه الدنيا ضمن دائرة الأسباب والمسببات. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومن قدرته أنه يتمكن من خلق الأشياء من غير سبب. تكون هناك نتائج بدون أسباب، ويكون السبب المباشر هو إرادة الله سبحانه وتعالى. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لكن الحكمه اقتضت ان يجعل لكل شيء سببا فاذا الله سبحانه وتعالى يريد الخلق يقدر اسبابا وبالنتيجه هذه الاسباب ايضا هي ترتبط بالله سبحانه وتعالى لكن يكون هناك تدرج في الامور بأن يكون بعض الأمور سببا لبعضها الآخر الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة بل في أقل من لحظة ولكن الحكمة اقتضت أن يخلق السماوات والأرض في ستة مراحل كما عبر عن في الآيات القرآنية المتعددة في ستة أيام الله سبحانه وتعالى قادر على ان يخلق انسان كاملا من دون سبب كما خلق ادم وحواء لكن الحكمه اقتضت ان كل انسان يريد الله ان يخلقه يخلقه يخلقه, يخلقه باسباب يعني يكون هناك اب وام يتزاوجان ثم النطفه تنعقد والنطفه تمر بمراحل مضغه علاقة وما إلى ذلك من مراحل إلى أن يولد طفلة وهذا الطفل أيضا يمر بمراحل إلى أن يصبح إنسانا كاملا وهكذا بالنسبة إلى سائر المخلوقات الحكمة اقتضت أن يكون هناك أسباب ومسببات زين الله سبحانه وتعالى يريد أن يهدي الناس الله قادر على أن يوحي إلى كل إنسان بطريقة مباشرة وقد فعل هذا الامر بالنسبه الى النحل مثلا: "وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون". الله سبحانه وتعالى قادر على أن يوحي إلى كل إنسان الشرع والأحكام، لكن الحكمة اقتضت أن يكون هناك واسطة، ذلك الواسطة هو النبي، ومن بعد النبي الوصي. لماذا؟ لأنه الإنسان الذي يتلقى الوحي يجب أن يكون في مرحلة عالية من الكمال، يجب أن يصطفيه الله سبحانه وتعالى، يخلقه كاملا من جميع الجهات حتى يكون محلا قابلا لتلقي الوحي، وليس من الحكمة خلق جميع الناس بهذه الكيفية، نعم هناك القليل من الناس الله سبحانه وتعالى جعلهم انبياء، جعلهم اوصياء اصطفاهم، ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم وال عمران على العالمين. والسابقون السابقون اولئك المقربون الى ان يقول ثله من الاولين وقليل من الاخرين، ثله من الاولين مجموعه من الاولين زين الانبياء والاوصياء في قبل الإسلام مئة وأربعة وعشرين ألف نبي وجمع من الأوصياء معهم وقليل من الآخرين هؤلاء يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام قليل من الآخرين هؤلاء الله سبحانه وتعالى اصطفاهم ليس من الحكمة اصطفاء جميع الناس وإنما من الحكمة الاصطفاء لبعض الناس، وأن يكون هناك تفاضل بين الناس. فلذلك الله سبحانه وتعالى اختار الأنبياء. اصطفاهم يتلقون الوحي ثم يبينون هذا الوحي للناس. زين من بعد الأنبياء هناك أوصياء لأن لطف الله سبحانه وتعالى لا ينقطع عن الناس. لذا كان الخليفة قبل الخليقة. اول انسان خلقه الله سبحانه وتعالى هو ادم على هذه الارض، وكان نبيا. والخلافه يعني خلافه الله سبحانه وتعالى استمرت من ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها بين نبي ووصي نبي، لا لا يوجد هناك انقطاع. نعم احيانا الانبياء او الاوصياء كانوا في غيبة موسى عليه الصلاة والسلام غاب من قومه أربعين يوما لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحنهم وسقط أكثرهم في الامتحان في هذه الغيبة التي غابها موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كذلك في هذه الأمة الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وآله ومن بعد محمد اختار أئمة عليهم الصلاة والسلام، لكن الناس لم يراعوا حرمتهم ولم يراعوا حقهم فقتل من قتل وسبي من سبي وسجن من سجن وأوذي من أوذي إلى أن وصل الأمر إلى الإمام الثاني عشر فشاء الله سبحانه وتعالى أن يغيبه عن الناس فهو موجود ولطفه موجود بين الناس ورعايته موجوده ولكن الناس لا يعرفونه لا يعرفون اين يستقر ولعلهم يرونه لكن لا يعرفونه ان هذا هو الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فالحكمه اقتضت ان يكون هناك واسطه بين السماء والارض وهذا ال وهذه الواسطه مصطفات من قبل الله سبحانه وتعالى فهي التي تتلقى الوحي الالهي مباشره كالانبياء او بواسطه الانبياء او بالالهام كالائمه عليهم الصلاه والسلام ويبينون ذلك الى الناس هذا بالنسبه الى انه لماذا الله سبحانه وتعالى اوضح الدين بالائمه لماذا الذي لا يعرف الامام لا يجد حلاوه الايمان؟ يعني ليس بمؤمن وكما قال الرسول صلى الله عليه واله في الحديث المروي الذي روته الخاصه والعامه حديث متواتر من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه وفي بعض الاحاديث من مات وليس في عنقه بيعه لامام مات ميتة جاهليه، الميتة الجاهليه يعني ميتة كفر ونفاق، لأن الذي يموت في الجاهليه يموت كافرا أو منافقا، الذي يموت ولا يعرف إمام زمانه هذا لا يجد حلاوة الإيمان، لماذا؟ لأن الإمام هو الواسطة في الأحكام، زين إذا واحد ما يعرفه لا يتلقى الأحكام منه فلا يكون مؤمنا، لا يتلقى العقائد منه فلا يكون مؤمنا. أنت لازم تتلقى العقائد وتكون عقيدتك صحيحة ويكون عملك وعباداتك صحيحة حتى تكون مؤمنا. زين فإذا واحد ما يتعلم من المعين الصافي الذي جعله الله سبحانه وتعالى يذهب إلى الشرق والغرب وفلان وفلان. هذا لا يصل إلى العقيدة الحقة. ولا يصل الى الشريعه الصحيحه فلا يكون مؤمنا فلا يجد حلاوه الايمان ايضا هناك مساله اخرى وهي ان الله سبحانه وتعالى يرحم العباد ويلطف بهم ويتفضل عليهم بواسطه الامام بعد النبي عليه واله الصلاه والسلام أحيانا الله سبحانه وتعالى يرحم شخص لأجل شخص في الحديث الشريف أنه أحيانا الإنسان يعمل عملا صالحا الله سبحانه وتعالى يخفف عن أبويه حتى إذا كان كافرين يعني أبو كافر أم كافرة ومصيرهما الى النار معذبان بس هذا الابن المؤمن يعمل عملا صالحا مذكور بعض الاعمال مذكوره في الروايات. الله سبحانه وتعالى كرامه لهذا المؤمن يخفف من عذاب ابويه كرامه له لاجل عين الف عين تكرم وهذا امر طبيعي الان مثلا حتى في عالم اليوم اذا انسان الى اعمال حسنه فاذا ارتكب جريمه خفيفه قد يخفف من عقابه حتى في قضاء العالم الان يقال نظرا لحسن سلوك نظرا لسابقته نظرا لتاريخه نظرا لخدماته للبلد صحيح هو ارتكب جريمه يستحق العقاب ونعاقبه لكن عقابا مخففا يعني اخف درجه يسمح بها القانون. احيانا انت ترى طفلا او شخصا يقولون هذا ابن استاذك تحترمه. لماذا تحترمه؟ من باب يكرم المرء في ولده تحترمه احتراما لابيه، يعني انت مو دا تحترم هذا الشخص لاجله. وإنما احترامه يعتبر احترامًا لأبيه مثلًا. الله سبحانه وتعالى أحيانًا يرى أن العباد أكثروا في الإثم، في الظلم، في الطغيان، يستحقون العقاب، لكن إنسان مؤمن موجود في تلك القرية، الله سبحانه وتعالى لأجل ذلك الإنسان المؤمن يمهل هؤلاء العصاه عسى ولعل يتوبون كرامه لذلك المؤمن في حديث شريف لولا شيوخ ركع واطفال رضع وبهائم رتع لصببت العذاب صبا اكو شيوخ يعني ناس كبار في السن ركع يعني اهل صلاة، اهل عبادة، اهل ركوع. هناك أطفال صغار وأطفال رضع، وأحيانا بهائم لا ذنب لها. فالله سبحانه وتعالى يؤجل العذاب. رحمة بهذه البهائم أو هؤلاء الأطفال الصغار أو هؤلاء الشيوخ العباد زين الله سبحانه وتعالى أراد أن يرحم الناس جعل فيهم الأنبياء جعل فيهم الأئمة طبعا هذا من العلل الله يريد أن يهدي الناس هدايتهم عن طريق هؤلاء وأيضا يريد أن يرحمهم يريد أن تستمر الرحمات عليهم احيانا لا يستحقون رحمه ليست من الحكمه ان يرحموا لكن الله سبحانه وتعالى يجعل فيهم نبيا او اماما فتنقلب الحكمه الى رحمهم، يعني الله يريد يرحم سبقت رحمته غضبه يعني ما دام اكو مجال للرحمه الله يرحم طبعا اذا الرحمه صارت خلاف الحكمه بعد لا توجد الرحمه لان الحكمه هي صفه ذات والرحمه صفه فعل وصفه الفعل محكومه بصفه الذات لكن الله سبحانه وتعالى يريد ان يرحم وان تكون الرحمه بحكمه يهيئ السبب من الاسباب وجود الانبياء وجود الائمه هذا يكون سبب لرحم العصاة. لذا في هذا الحديث يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في سبب كون الإمام واسطة بين الله وبين الناس، وأن الله سبحانه وتعالى أوضح الدين بواسطة الإمام، وأن الذي لا يعرف الإمام لا يجد حلاوة الإيمان، يقول لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه طريق لمعرفتهم الى الاحكام والعقائد والاخلاق وما الى ذلك لانهم ما لهم قابليه مباشره يتلقون الوحي جعل لهم واسطه وجعله حجه على اهل مواده وعالمه الماده يعني الزياده المتصله في اصل اللغه الماده بمعنى الزياده المتصلة لذا في كتاب الطهارة في أحكام الحمام يذكرون ماء الحمام إذا كانت له مادة من المد يعني يمده بالماء هذا الماء اللي دا يجري هناك خزينة تمده الله سبحانه وتعالى يمد الناس بالعطايا الدائمة زيادة متصلة عطية بعد عطية رحمة بعد رحمة الامام وجوده يجعل هذه الزيادات المتصله ضمن اطار الحكمه لو ما كان الامام موجود لعله لم تكن هناك حكمه فالله عندما يريد ان يرحم يجعل رحمته مطابقه للحكمه فلذا يجعل الامام ومن قبل الامام النبي لكي يكون انزال الرحمه على هؤلاء ضمن دائره الحكمه سنمثل مثال مثلا انت اكو ناس مجموعة من الناس هؤلاء لا يستحقون ان تطعمهم فاذا اطعمتهم خلاف الحكمة لكن اذا ضمن هؤلاء يوجد واحد عزيز عليك انت لأجل ذاك تطعم الجميع حتى تطعمه ايضا هذا يصير عملك ضمن دائرة الحكمة لأجل ذاك اني اطعم الجميع خير ذاك على الجميع يكون ضمن دائرة الحكمة الله جعل الإمام حجة على أهل مواده يعني الذين يعطيهم الزيادات المتصلة لعل المراد بهم المؤمنون المراد بهم المؤمنون وعالمه مو فقط المؤمنون بل جميع العالم لذا عدنا في دعاء أو في حديث بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء يعني صار رزق الورى من دائره الحكمه فلذا الله سبحانه وتعالى يرزقهم وألبسه الله تاج الوقار هذا الامام له صفات جعلته قابلا لهذا المنصب المهم اولا هو وقور شنو هو الوقار؟ الوقار يعني مفارقة الطيش عند الغضب، وغير الغضب أيضا، وعادة يكون هو نتيجة للحلم، هذه الصفة ينبغي بل يجب أن يتصف بها الأنبياء والأئمة، لماذا؟ لأنه عادة يبتلون بناس جهلة، والناس الجهلة يرتكبون السخافات والحماقات هذا النبي مكلف بهدايه هؤلاء الناس فلذلك يجب ان يكون في قمه الحلم والوقار اشوف الرسول صلى الله عليه واله كانوا يؤذونه لكنه كان يدعو لهدايتهم اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون جهلهم ما كان يصير سبب ان يدعو عليهم لا كان يدعو لهم لهدايتهم هذا مثل ما انت عندك طفل صغير هذا الطفل الصغير لانه لا عقل له ولا علم له هذا يريد يرتكب أم امور خطره، انت دائما تمنعه. لا تيأس اذا هو كرر محاولاته لانه لا يعلم جاهل. انت لا تيأس من ارشاده. عسى ولعل انه بالتدريج يكبر ويزداد عقلا ويزداد علما ويلتفت. الرسول ارسل رحمه للعالمين حتى المشركين الذين كانوا يؤذونه الرسول ارسل رحمه لهم فلذا كان يحلم عنهم ويستمر في هدايتهم وكان يتحسر عليهم والبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يعني غمره الله سبحانه وتعالى بنوره يعني بالعلم بالتقوى بالمعرفة أي شيء من أمور الكمال هذه مرتبطة بالله سبحانه وتعالى وهي من نور الله سبحانه وتعالى وغشاه من نور الجبار الجبار صفة من صفات الله سبحانه وتعالى وقد يراد به أحد معنيين إما الجبار من الجبر الذي يقابل الكاسر الكاسر والجابر الله سبحانه وتعالى يصلح أمور الناس لذا من إصلاحه لأمورهم أن أرسل الأنبياء أن أرسل الأوصياء أنزل الكتب بين معالم الدين لهم أرشدهم صحيح الدنيا دار امتحان جعلهم مختارين في أن يطيعوا أو أن لا يطيعوا لكن الله سبحانه وتعالى أصلح أمرهم عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب واختيار أوصياء للرسل. هذا أحد المعنيين، والمعنى الآخر للجبر، للجبار من الجبر بمعنى الإكراه، لأن الله سبحانه وتعالى عنده إرادة تكوينية. هذه الإرادة التكوينية الناس مضطرين إليها. ما تقدر تخرج عن إرادة الله التكوينية. وله إرادة تشريعية. الناس أيضا لازم يسلمون لأحكام الشرع. الإمام، الله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الإمام. ما لك حق تقول لا. صحيح لم يكرهك على الإطاعة لأنك أنت مختار. لكن هذا تشريع يجب عليك ان تلتزم به اذا ما التزمت به النتيجه تكون نار جهنم فالجبار اما من الجبر الذي يقابل الكسر واما من الجبر بمعنى الاختيار وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار من امرهم انت مجبور ان تسير على طبق الاراده التكوينيه لله وعلى طبق الاراده التشريعيه وقد ذكرنا فيما مضى ان الاراده سواء تكوينيه او تشريعيه هذه الاراده لا تتخلف عن المراد لان الله اذا اراد الخلق يتحقق الخلق اراد التكوين يتحقق التكوين واذا اراد التشريع يصدر الحكم ان الحكم الا لله نعم الله سبحانه وتعالى ما اراد اكراهنا على تنفيذ أوامره بل أراد اختيارنا خلاص فتحقق ما أراد نحن مختارون أراد وجوب الصلاة خلاص الصلاة واجبة أراد حرمة الخمر خلاص الخمر حرام أراد أن أكون مختارًا فأنا مختار أصلي أو لا أصلي أعصي أو لا أعصي فتحقق ما أراد الله سبحانه وتعالى سواء في الإرادة التكوينية أو في الإرادة التشريعية زين يقول وغشاه من نور الجبار يمد بسبب الى السماء يعني الامام متصل بالسماء تحدثه الملائكه صحيح لا يوحى اليه الوحي الذي يوحى الى الانبياء ولكن تحدثه الملائكه كما حدثت الملائكه مريم عليها السلام تحدث على الائمه عليهم الصلاه والسلام. محدثونهم. الله سبحانه وتعالى يلهمه الهاما. اضافه الى ذلك الرسول صلى الله عليه واله علم جميع العلوم سواء علوم الشريعه او علوم ما كان وما يكون وما هو كائن علمها الائمه عليهم الصلاه والسلام. علمني رسول الله الف باب من العلم يفتح من كل باب الف باب. فهذا ارتباطه بالسماء ومعصوم وارتباطه بالسماء مستمر فضل الله سبحانه وتعالى مستمر دائما الله سبحانه وتعالى يسدد الامام يمد بسبب الى السماء لا ينقطع عنه مواده يعني الزيادات المتصله من الله سبحانه وتعالى لذلك عندنا في أحاديث متعددة ستأتي إن شاء الله بأن الله سبحانه وتعالى دائما يزيد من علم الأنبياء يزيد من علم الأئمة عليهم الصلاة والسلام باستمرار روح الرسول صلى الله عليه واله وأرواح الأئمة هذه في كل ليلة جمعة الله سبحانه وتعالى يقبضها إلى العرش تطوف حول العرش فلا ترجع إلا بعلم مستفاد فضل الله سبحانه وتعالى مستمر اليهم لا ينقطع عنهم مواده ولا ينال ما عند الله الا بجهه اسبابه، تريد الجنه؟ تريد الثواب؟ لازم تتبع الرسول صلى الله عليه واله. لازم تتبع الامام من بعد الرسول، من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه. والذي يموت من الله سبحانه وتعالى لا يرحمه في الآخرة لا يستحق رحمة هو في العذاب مخلت تريد تنال الثواب تريد أعمالك تكون مقبولة لازم تعتقد بالرسول وتتبعه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومن بعد الرسول تعتقد بالأئمة عليهم الصلاة والسلام وتتبعهم. زين أعمالك الصالحة التي تأتيها إذا هذه الأعمال الصالحة بدون اعتقاد بهم فلا تقبل. إنما يتقبل الله من المتقين ولا يقبل ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته، يعني إلا بمعرفة الإمام. وكذلك من قبل الإمام الرسول صلى الله عليه وآله يعني واحد يجي يصلي يقول أنا لا أعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله لكن أصلي لله هاي صلاة باطلة أصوم لله صوم باطل أحج لله حج باطل هسه إذا واحد يجي يقول أنه أنا لا أعتقد بالإمام ولا أخذ الأحكام منه الله سبحانه وتعالى لا يقبل عمله لماذا؟ لأن الله لا يقبل إلا من المتقي والمتقي هو الذي يلتزم بأوامر الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى قد أمر بالاعتقاد بالأئمة عليهم الصلاة والسلام وأمر باتباعهم فإذا واحد ما اعتقد بهم ولم يتبعهم هذا خالف أمر الله والمخالف لأمر الله سبحانه وتعالى ليس بمتقي وإذا مو متقي عمل غير مقبول ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا معرفتهم واتباعهم هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين <applause>